أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا. مرحبا وأهلا بكم في دراستنا للكتاب المقدس. هذا هو الجزء الثامن في دراستنا لإنجيل مرقس، ونحن نتعلم عن بداية مسيرة الرب يسوع الثلاث سنوات والنصف على الأرض. كنا قد توقفنا في المرة السابقة عندما كان يسوع يعلم في المعبد في بلدة كفرناحوم. تقع كفرناحوم في الجزء الشمالي من إسرائيل قرب بحر الجليل. بعد البحر كانت المنطقة تسمى الجليل. دعونا نكمل قراءتنا لما حدث عندما كان يسوع يعلم في المعبد في كفرناحوم. نقرأ في إنجيل مرقس الأصحاح 1 بداية الآية 23. وكان في مجمعهم رجل به روح نجس، فصرخ قائلا: آه ما لنا ولكي يسوع الناصري، أأتيت لتهلكنا؟ أنا أعرفكن أنت قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس وأخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه، فتحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين: ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة فتطيعه. فخرج خبره للوقت في كل الكورة المحيطة بالجليل. نقرأ: إنه كان هناك رجل تسكنه